ألف مليون مبروك لكل متابعين الكرة المصرية في كل مكان، ألف مليون مبروك لكل واحد بيعشق البلد ديت وبيعشق منتخبنا الوطني. قبل ما أبدأ أي كلام وقبل ما أقول أي حاجة، خلوني في الأول يا جماعة نوجه يعني تحية كبيرة جدا للمنتخب الأردني المحترم والقوي جدا، تحية بصراحة للمنتخب اللي فاجئني أنا شخصيا، المنتخب الأردني اللي عمل مباراة أسطورية. لازم كلنا النهاردة قبل ما نبدأ اللايف نحييهم بصراحة، كلنا اتفاجئنا. برافو منتخب الاردن، برافو عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الاردني، برافو كل منظومه الاردن، حقيقي عاملين منتخب حكايه. بنشكركم ان انتوا صنعتوا هذا المنتخب، ده اول حاجه. وهارد لك، خرجتوا من الباب الكبير وكسبتوا احترام الجميع. مباراه قويه جدا، فاجئتونا وخوفتونا وبوظتوا اعصابنا وعشنا على اعصابنا فتره طويله. ولكن خلينا نقول في البدايه برضو مليون مبروك لكل الشعب المصري، اهلاوي زملكاوي اسماعلاوي مصراوي اتحاداوي جميع الناس. النهارده كمان لازم نوجه شكر لبدلاء منتخبنا الوطني اللي انقذوا النهارده منتخبنا من هزيمه مستحقه قدام منتخب مصر، قدام منتخب الاردن العنيد. النهارده دكه منتخبنا الوطني لحقتنا من هزيمه بمنتهى الصراحه. يعني كان عندنا المنتخب بادئ بداية سيئة جدا، كلنا لقينا اللعيبة أغلبها عبارة عن لعيبة متكاسلة، ما كانش في أحسن حال النهاردة أغلب اللعيبة. مش عايز الناس النهاردة أنها تهاجم زيزو، ومش المنتخب بأكمله بدايته بصراحة سيئة جدا جدا، واللياقة البدنية باين أنها واقعة. عمر كمال مش في حالته، والحمد لله عندنا دكة محترمة جدا وعندنا لعيبة جامدة. تحية كبيرة جدا يا جماعة من عندي، من زملكاوي حتى النخاع، من زملكاوي حتى النخاع، لمحمد شريف اللي عمل مباراة حكاية وكان تبديل نموذجي فاجئني أنا شخصيا بيه. ده اللعيب الحكاية اللي بيصنع الفارق، ده اللعيب اللي ينزل يعمل إضافة، ده اللعيب اللي احنا اتكلمنا عليه لما تم استبعاده هو وقفشة، وقلنا محمد شريف هداف الدوري لازم يكون موجود. ده اللعيب المصري اللي لازم كلنا نقف معاه وندعمه، ده قفشة. مهما كنا يا جماعه بنقول ان قفشه لعيب في النادي الاهلي، ولكن ولعيب في منتخبنا الوطني، عايزين اللعيبه دي تفضل موجوده. دي قيمه قفشه ودي قيمه محمد شريف اللي فرحونا النهارده. محمد شريف بصراحه يا جماعه تفوق على نفسه. محمد شريف بمجرد نزوله تحركات انتشارات تمريرات اسيست حكايه، بلوا رقنا منتخبنا بمجرد نزول اللعيبه الثقيله مسك الكوره. مليون مبروك. عندنا احمد رفعت اللي راح على نادي الزمالك حكايه الحكايه، الله اكبر عليك يا احمد يا رفعت. بمجرد هذا اللاعب ما راح على نادي الزمالك تحول 180 درجه، ما كانش موفق عندنا، اصابات كتير، كان بيتعطل كتير، ولكن بصراحه احمد رفعت هو كمان رجع لصورته وشكله. منتخبنا قرب يا جماعه بشكل كبير جدا، وبنسبه كبيره ان شاء الله هنفوز بالبطوله. ضربنا موعد مع منتخب تونس، تونس الخضراء حبايبنا، هنلتقي معاهم في مباراه قمه مبكره. مباراه قمه مبكره. ليه انا بدعم دلوقتي كزملكاوي وعايز كل الناس ندعم منتخبنا الوطني، نخرج بره العصبيه بره الكلام ده كله. اسلام علوي الزملكاوي بيدعم منتخب بلده، بيدعم كل لاعب بيخلص لمنتخب بلده، بيعرق لمنتخب بلده، لان اللعيبه ديت لما ندعمها دلوقتي هم اللي هيلعبوا قدام منتخب تونس بشكل كويس. هي دي اللعيبه اللي هنعتمد عليها، هي دي اللعيبه اللي لازم صوتنا يوصل وبنقولها شكرا. محمد شريف النهارده تبديل حكايه، هيكون اساسي قدام تونس. عايزين كل اللعيبه اللي عندنا تبقى جاهزه، عايزين اللعيبه السوبر تلعب قدام تونس. تونس جامده يا جماعه، ما ينفعش في الوقت ده اي هجوم، ده منتخب مصر وانتوا عارفيني باجي على منتخب مصر وبحط بدل الزلطه 20 زلطه. منتخب بلدي ما فيهاش نقاش، اقف قدام اتمسمر، انسى زملكاويتي، انسى انتمائي الكروي، اقف يعني احتراما واجلالا لاي لاعب يلبس تيشيرت منتخب بلدي. لما يلبس تيشيرت منتخب بلدي اقف له احترام واقول له شابوه، ده منتخب بلدي فوق اي حاجه، فوق الزمالك العشق بتاعي، فوق الاهلي، فوق كل الفرق. النهارده كلنا بنقول مصر، النهارده كلنا بنقول مصر. مبروك يا رجاله والف مليون مبروك ان احنا النهارده انبسطنا. محمد اشريف النهارده فاجئتني، قفشه، احمد رفعت، اللعيبه اللي بتثبت نفسها وهتحافظ على نفسها في مكانه اساسيه. زيزو كل الدعم، ماتش مش موفق، مش في حالتك، ما فيش اي مشكله خالص، عملت اوفر حكايه، اللي سجل برده منه مروان الهدف الاول. يبقى زيزو يا جماعه قيمه فنيه كبيره، حتى لو الناس قعدت تهاجمه كان هيتسبب في ركله جزاء اللي هي في الاخر اتلغت.
ولكن زيزو قيمه فنيه ما ينفعش الهجوم عليه، مصطفى فتحي قيمه فنيه، حتى لو النهارده اوت فورم شويه مش في حالتهم مقبول، الكلام ده مقبول في كره القدم. واوعى انت كاهلاوي تهاجم زيزو، اوعى تهاجم مصطفى فتحي يا جماعه، طلعوا الانتماءات بره منتخبنا، خلونا نفرح شويه، خلونا نتجمع شويه، خلوا صفحات الاهلي تدعم لعيبه الزمالك شويه، خلوا صفحات الزمالك تدعم لعيبه الاهلي شويه، ده منتخبنا يا جماعه، ده منتخبنا. وانا من عندي بقول البدايه عندي اهو، كلنا نقول مصر، كلنا نقول مصر، كلنا نقول مبروك، كلنا نشكر كل لاعب. انا ما بقبلش ابدا حمله هجوم على احمد سيد زيزو النهارده، ما اقبلهاش. زي ما النهارده بقول شكرا لقفشه ومحمد شريف والتبديلات القويه، لازم انت كمان ما تديش فرصه لصفحه عندك اهلاويه تهاجم زيزو، ده لاعب بيلعب باسم مصر، خلي بالك، وانت عارف قيمه زيزو الفنيه ما تكسروش، وعارف قيمته الفنيه والمعنويه في منتخبنا الوطني. يبقى الحمد لله بنشكر ربنا النهارده، الحاله الفنيه ما كانش يعني ولا بد، وربنا ستر. الاردن النهارده اتحولت، انا حاسس ان انا بلعب الارجنتين، منتخب الاردن النهارده فاجئني، انا بصراحه اتفاجئت من المنتخب الاردني، وبقول مره تانية يا جماعه بجد الاردن حكايه. عدنان يا حمد انت فاجئتني فاجئتني فاجئتني، الاردن دي اللعبه الجامده دي، شوط وتمريرات ومهارات وتحركات، الاردن ولاده، الاردن ولاده، والكره العربيه كلها ولاده، والمتعه والله حاضره، من احسن البطولات اللي شفتها. كاس العرب ده فرصه كلنا نتجمع، كاس العرب فرصه كلنا نتجمع، بنتجمع تحت سقف عربي واحد. الماتش جاي عندنا منتخب تونس، هنشوف بقى ساسي وسيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي وكل حبايبنا الزملكاويه الموجودين في لقاء ناري، في لقاء ناري، لازم فيه دعم لكل لاعب، لازم تشكر كل لاعب، لازم تقف جنب منتخب بلدك دلوقتي، دلوقتي اللي بندعم فيه. مبروك مره تانية وتالت، واعمل مشاركات، وصل صوتنا، قول صفحات الزمالك تدعم كل اللعيبه اللي في منتخب مصر. ومن عندنا كسلام علوي، بدعم اي حد يلبس تيشيرت منتخب بلادي. منتخب مصر اقف قدامه اتمسمر، اقف قدامه انسى الانتماءات. اللي يجيب جون اسقف له. ان شاء الله حتى بيلعب فين؟ فيش الكلام ده، احنا الدوري اصلا معمول في النهايه عشان منتخب بلدي، ده المحصله، كوكتيل بيتضرب يطلع في الاخر لعيبه محترمه عشان منتخب مصر. الزمالك معمول عشان المنتخب، الاهلي معمول عشان المنتخب، الاسماعيلي عشان المنتخب، كل الدعم لاي لاعب النهارده مثل منتخب مصر. لا اتمنى من الاهلاويه زي ما انا بادئ اهو، دعموا زيزو، دعموا زيزو زي ما احنا بنقف مع اللعيبه بتاعه الاهلي، اتمنى انتوا كمان تردوا ده بدعم قوي لاحمد سيد زيزو عشان حمله التشكيك، مش وقت تشكيك خالص، مش وقت تشكيك خالص، منتخبك لسه بيلين. وخلي بالك بالاداء اللي عامله كروش دوت، برغم غيابات لعيبه كبيره انت عندك مش موجود، تحيه كبيره طبعا للمنتخب الاردني والناس الاردنيين اللي معانا في اللايف، كل التحيه والتقدير ليكوا، شابوه يا جماعه شابوه. خلي بالك انت غايب من عندك النني، وغايب من عندك محمد صلاح، وغايب مصطفى محمد، وغايب تريزيجيه، منتخبك يا جماعه لسه بخير، وفي اسماء كبيره لسه بره، لازم ندعم ولازم ننبسط ونفرح. خلونا نفرح شويه بقى، خلونا نفرح شويه بقى، خلونا ننسى الانتماءات، لما نرجع للدوري نلعب مع بعض توم وجيري، لما نرجع في الدوري مع بعض نلعب توم وجيري. انا بقى اتمنى فوز الزمالك، اتمنى انت تتمنى فوز الاهلي براحتك، ولكن احنا دلوقتي كلنا متجمعين، كلنا بنقول مصر، بلاش تشكيك. واتمنى لو سمحتوا، لو سمحتوا صفحات الاهلي لو هتبدا حمله هجوم على مصطفى فتحي او على زيزو، وقفوها انتوا، قولوا لهم لا دي لعيبه منتخب مصر، زي ما احنا بنقول وزي ما احنا بندعم، وزي ما انا اقول برافو قفشه، برافو محمد شريف، برافو الشناوي، والنهارده اكرم توفيق كان غيابه مؤثر، بندعم اي حد يا جماعه مخلص، وده مش كدب ولا رياء، دي لعيبه رجاله بجد، دي لعيبه جامده، لعيبه عامله شكل منتخبنا، لعيبه عامله شكل. النهارده اكرم طبعا اللقطه الشهيره اللي كان فيها في المدرجات بياكل ايس كريم وبتاع، غيابك بصراحه مؤثر، لعيب محترم. كل الدعم لاي لعيب ينزل نقطه عرق، تفتوفه عرق، ما تديش فرصه. صفحات الاهلي دلوقتي لما تلاقيها صفحاتكم، انا بتكلم جمهور الاهلي اللي معايا على اللايف، لما تلاقوا صفحاتكم منزله هجوم ارفضوا الكلام ده. انا بشكر الناس المحترمه هي بتكتب زيزو لاعب كبير، هو ده اللي احنا بنقوله، منتخب بلدنا يا جماعه. ننسى التحفيل، مش عارفين ننسى التحفيل، مش عارفين ننسى اسبوعين البطوله تخلص، مش عارفين ننسى التحفيل، يعني كام يوم ننسى التحفيل، كلنا على قلب رجل واحد، ورايا علم زمالك وبقول مصر، وانت تلاقي وراك علم الاهلي وبتقول مصر. خلينا كلنا نقول مصر يا جماعه، خلينا كلنا نقول منتخب مصر مره من قلبنا، ننسى الصفحات اللي كلها عصبيه.
انا انتوا عارفيني وانا اكتر واحد بتهاجم من جمهور الاهلي، ولكن قدام منتخب مصر بقول لك اقف متمسمر، اقف اترعش. منتخب بلدي اللي يلعب له ويخلص له اسقف له، ده شعاري، ده انتمائي، ده انا، ده انا اعشق تراب النادي. اي حاجه بنتمي لها بنتمي لها باخلاص. الزمالك بعشق ترابه، بدافع عنه باستماته لدرجه ان الناس ومن الفرق التانيه بتتضايق مني. ده منتخب بلدي بدافع عنه باستماته واستموت عليه ان انا عايزه يبقى دايما مشرفني، وعايز مصر بقى ترجع بكرتها الجميله. يا جماعه يا جماعه، احنا كنا الاول خايفين نطلع من الدور الاول، احنا بنكمل، ده وقت الدعم، ناخد البطوله ديت. اتكلم في المكسب الاول، المركز الاول 5 مليون دولار، مبلغ محترم يدخل اللعيبه، كمان ناخد ثقه، نفوز على منتخبات تقيله، احتمال نقابل الجزائر تاني على النهائي. الماتش تونس الجاي صعب جدا، اختبار حقيقي. الناس كانت فاقده الامل، الناس كانت بتقول مصر لو لعبت تونس هتخسر. دلوقتي بقى في تفاؤل، بقى في شويه تفاؤل. التفاؤل ده جاي منين؟ ان اللعيبه قدت، ان زيزو كويس، ان قفشه كويس، ان اللعيبه اللي بتلعب بتلعب باخلاص. يبقى نكمل على نفس الوتيره. عمرو السوليه حكايه، حمدي فتحي حكايه، غياب طارق مقصر، ولكن خلاص بقى الدعم للموجود تم، استبعاد عبد الله السعيد، استبعاد رمضان، منتخب بالموجود. لازم ندعم الموجود دلوقتي، ما تديش فرصه لاي حاجه. انا مش هزايد على حد، واتمنى الدعم لبلدنا منتخبنا اللي بيحمل اسم مصر. افتكر دايما ده، كل الدعم مره تانية. وبشكركم وبشكر الناس الاهلاويه المحترمه اللي بتكتب كل الدعم لزيزو، بشكركم، انتوا فعلا مثال للروح الرياضيه الجميله، واحنا كلنا مكملين لحد نهايه البطوله. يا سيدي بقى نرجع مع بعض في الدوري نلعب بقى. اقول لك بالدراسات والاستنباط اخد منك الدوري، ده حقي. اقول لك اخد منك افريقيا، حقي. انا وانت بننافس بعضينا مننا فينا في بطوله واحده، لكن روح منتخب مصر، انا وانت بنقول مصر، وانا وانت دمنا واحد، بلدنا واحده، الهدف واحد، الفرحه واحده، الفرحه واحده. انت النهارده فرحت بجون مروان، وانا النهارده فرحت بجون مثلا وليكن لو كان محمد شريف بالاسيست بتاع محمد شريف، يبقى احنا الاثنين نفس الفرحه، الهدف واحد وهو منتخبنا. تمام يا رجاله، 1000 مليون مبروك مره تانية، واتمنى التعميم، الاهلاوي يشارك والزملكاوي يشارك، احنا كلنا كده ملمومين كلنا حوالين هدف واحد اسمه منتخب مصر. لمتنا لمت منتخب مصر. شكرا محمد شريف، شكرا قفشه، شكرا كل لاعب من النادي الاهلي ولاعيبه الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز، كل لعيبه اللي بتلعب باخلاص، كل الدعم ليكم، والحمد لله على الفوز. وشكرا مره تانية على المتابعه، واتمنى الناس توصل الصوت ده لكل مكان. مفيش بقى تعصب، مفيش اهلي وزمالك، في مصر وكفى. تحياتي، اسلام علوي.